السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكاء الملاكمة الجزائرية فتحية منصوري تبكي بحرقة بعد إقصائها، والوزير يساندها راكي كسبانة. طبعا بنقول لها هارد لك، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق في باقي الألعاب لمنتخب الجزائر.